تدخل الوحدة الرئيسية سوقها راس يوم 3/4/2024 على الساعة 14 ساعة زوالا لأجل حادث مرور انحراف سيارة سياحية من نوع تويوتا مع سيارة سياحية نيسان. خلف الحادث خسائر بشرية من جنس ذكر 2 وجنس أنثى 1، تم إسعافه على جناح الشرعي لمستشفى جهوي سوق راس. بالنسبة لعناصر الحماية المدني موجودين في عين مكان يقوموا بعملية تدخل في سيرة جيدة، وتبقى دائما عناصر الحماية المدنية تحت خدمتكم. اتصلوا بالرقم الأخضر 10 21.